بعض الأمور الشيء وتخليص حيازة السيول والمخاطر المرتبطة بها. وختاماً، فإن غرفة التجارة والصناعة وخدمات مراكش آسفي باعتبارها مؤسسة دستورية مواطنة وحاضنة لهذه القطاعات الحيوية الثلاث، تسير في اتجاه ترسيخ ثقافة التعاون والتشاور والتنسيق مع كافة الشركاء والتجمعات المهنية التي أعتبرها رافعة أساسية لتحقيق الطموحات والوصول إلى مسار التميز، وهو هدف نبي وغاية مدلى نحن جاهزين على تحقيقها. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلدنا الأمين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتمنينا لفعاليات هذا الملتقى كامل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بلطف عبد المنان النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش أسفي. كما تشوفوا عودتكم غرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش أسفي باش تقوم بحال هذه الأعمال وهذه الأيام التحسيسية ولجميع المنتسبين المرتفقين ديالها. كيشتي كنا درنا القانون تجديد مستجدات قانون المالية ودرنا درنا برامج أخرى، واليوم احنا في هذه الخدمه اللي هي مهمه للمنتسبين ديالنا اللي هي خدمه ديال مركزات الشيكات الغير صحيحه. وهذه مركزات هذه الخدمه هذه في صالح المنتسبين ديالنا باش تتقلل من الخطوره ومن لو ريسك ديال الشيك، وتعطي قيمه للشيكات. وكيف شتي دابا تقريبا في هذه السنه هذه كانت واحد 25 مليون ديال المعاملات بالشيكات، لما يناهز 1000 مليار من رقم المعاملات، هو رقم مهم. وتنسعوا دابا باش يكبر هذا الرقم هذا، ويزيد القدام ويقول الناس ديالنا المنتسبين ديالنا باش يتعاملوا بالشيكات وتكون عندهم ثقه في المعاملات بالشيكات. ولهذا باش رأينا باش مع بمساعده بنك المغرب والشيك انفو لهذه الشركه اللي رصع لها المزاد، اللي هو كان مزاد دولي اللي رصع لها من طرف بنك المغرب، باش تقوم بهذه العمليه وبهذه الخدمه هذه. والحمد لله كان اللقاء اللي كان مثمر، وكان فيه نقاش اللي مثمر جدا. وتنوعدوا المنتسبين ديالنا بان غادي نديروا ان شاء الله في جميع الاقاليم ديال الجهه. وشكرا.